هلو هلو البنات، صافاش اخباركم؟ على خير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة وبكل ما كتمنوا ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم هي روتيني اليومي، واليوم بغيت نبارطاجي معكم غير لا جورني كيفاش غادي دوز. دي فوا كيكون النهار عندك بحال هكا ما كديري فيه والو، ولكن انا اليوم درت فيه شحال من حاجة. فقت في الصباح، فطرت، طرفت الدنيا، جمعت الدنيا، كيف ما كتشوفوا كانوا عندي الماعن في الكوزينه، جيت كنغسلهم. المهم تبارك الله راه كان الخير ديال الماعن، غسلتهم، نقيت الثلاجه، حيدت من هذاك الشيء اللي خصو يتحيد، لقيت شي خضيره خسرات حيدتها وطرفتها حتى هي ونقيتها. وفوالا هنايا كيف ما كتشوفوا راه كنغسل الماعن ومسحت البوطه، والمهم داك الشغل ديال الكوزينه راكم عارفينهم كيفاش دايرين. فوالا غادي نسالي هادشي، غادي ندوز واحد التجفيفه على الكوزينه حيت الدار نقيه، دونك غير الكوزينه اللي خدمت فيها هي اللي غادي نعاود نجفف. فوالا هنايا ساليت الماعن، طرفت الدنيا كامله وصافي، دوز التجفيفه على الكوزينه. الله لا راح الله، الكوزينه دابا كتشقشق، مطرفه، مجموعه، ممسوحه. حليت الثلاجه، لقيت واحد النيجيلات كنت شريتهم بالشهوه، لقيت جوج غادي يخسروا، وحده لحتها وحده جبتها، غادي ندير واحد زعلوكي الا صدق. المهم غادي ندير، نحاول نشويه في هذا لا ماشين ديال بانيني، وعاد ندير له الشرموله، نشوفو كي غايصدق. بدلت لي الدنجله كبيره، فيها هادشي بزاف، محالوش نديرها في البانيني، نخشاها في الفران. بون بلات، جبت هاد الطاوة هادي ودهنتها ديجا بزيت العود، وغادي نزت فيها هادو. جيني كتير على لا ماشين ديال البانيني، يعني غادي نبقى هذا بحال ندير الخدمة معاودة. لا هما نزت في هنايا وندخلهم الفران كاملين في دقة واحدة، وديك ساعة ندوز ندوز من جد شرمولة وصافي. وهكا غادي نرش عليهم شوية ديال مليحة ونخشيهم في الفران. وهكا راه قطعتو رقيق، راه يعني غادي دغيا دغيا طيب. رشيت له مليحة وغادي نعاود نزيد له شوية ديال الزويتة هكا. ايه خويت، لي زامي، هنايا عندي هاد الفليفله هادي مزيوده، درت غير جوج، المهم واخا كنزوي لكم غير اوينه الدنيا هانيه. وخديت هنايا شويه ديال المعدنوس والقزبر، وعندي هنايا دريسات ديال الثومه، بغيت ندير ثومه طريه. المهم هادشي كامل غادي نقطعو ونوجدو بيد ما يطيب ليا هذاك الدنجال. المهم هادشي ما عرفتوش واش غيصدق ليا بحال كيف ما كليتو ولا ما يصدقش. المهم كنخرج الفيديو ونشوفو. البنات، هذا الدنجال عرفتي شنو احسن حاجه ديرو؟ هي انكم تقطعوه غليظ الا كنتو غتدخلوه للفران، حيت انايا بحال لعباتو ليا شويه العافيه، ولكن غادي نكمل لا غوسيط ديالي. المهم راه طايب مازال، حيت مازال غنديرو في المقله. المهم حاولوا هادو تحرقوا شويه فوالا. والصراحه صدق قليل كان عليا ندير جوج دنجالات. هذا الدنجال اللي كنت حيدت من ديك المقيله، علاش هادي تحلات؟ غادي نقطعو طريفات صغيورين ونديرو في المقيلة ديالي اللي فيها هاديك الشرمولة. فوالا غادي غير ندوز عليها هكا، المهم باش ما يبقاوش دوك الطرفة كبار.
جو بونس غيجي بحال داكشي اللي بغيت. غادي نديرو هنايا وغنزيد معاه زويته ديال العود. وغادي نشحرو مع هذيك الشرموله، غادي ندير فيه لا ماطيشه لا والو. فوالا هنايا هو القزبور الثومه الربيع وهذيك الفلفله الحاره، وغادي نديرو فوق العافيه. هنايا غادي ندير مليحه، ديجا انا درت في الباذنجان مليحه، دونك غادي نزيد غير شويه. والله ما عرفت واش نزيد ولا ما نزيدش. المهم غادي ندير شويه كيكه باش ما يجينيش مالح. ندير شويه ديال الجزر، المهم انا كندير بيديا باش نعرف عباري. هنايا غادي ندير واحد القبيصه ديال الكامون، لا ما كاينش عليا ديال الكامون بصراحه. شو مشكل هنا، غادي ندير شويه ديال التحميره. هكا كيتشحر حتى كتحسوا بديك الزويت، زعما شرب ديك الزويته ديال العود اللي درتو، صافي كيتحمر مزيان كيتشحر. البنات هنايا عندي الابزار زويته ديال العود والثومه بودغ. ديجا خديت البطاطا، بغيت ندير شويه ديال الزيت. البطاطا هنايا ديجا سلقتها مسلقه، ماشي مسلوقه، راه غير شمت شويه ديال العجينه، وغادي نخلطها مع هادشي وغادي نديرها في الفران. فوالا البنات البطاطا راه ديجا في السليق، درت ليها مليحه دونك ما درتهاش مع هذيك لاصوص. فوالا البنات هذا هو زعلوق اللي قلت لكم عليه، كيجي واعر رائع. ديجا تقصو جا زوين بحال الشكل اللي كنت دايره في راسك. انا ديجا كليتو ما سنين هادي، كليتو عند واحد البنت في دارهم وعجبني، كانوا مطيبينو بهاد الطريقه هادي، وعاد كتب الله انني نجربو. والبوتيتوس ديالنا ها هي، انا راه فيا الجوع ما خليتهاش مازال تزيد تكرمل، دونك غادي نمشي نتغدى ونعاودو نتلاقاو. البنات من بعد ما تغديت وارتاحيت واحد شويه، جاو عندي البنات قالك نخرجوا شويه، قلت لهم علاش لا، مشينا تقهوينا. كنت باغا نصور لكم من الاول ولكن نسيت. هنايا كويسي ديال القهوه، المهم خدينا قهيوه وكلينا شي تخربيقات هكا، ومشينا عند مول الزريعه ناخذ شويه ديال الزريعه وشويه ديال التخربيقات باش نجلسوا حدا البحر. شوفوا هذا الفول، فيه واحد مهم فول، ما عرف شنو فيه، الفخوماج ولا ما عرف، العطريه غزال. وعجبني البيستاش ديالو حتى هو كبير، هاد موز الزريعه دائما كناخذو عنده، كاين في حي المنزه. والنوازيت عنده داكشي زوين، خدينا عنده زريعه واتاويش ومشينا للبحر. هو البنات من بعد ما شربنا قهيوه دابا جينا حدا البحر كنتمشاو. كيسلموا عليكم البنات، ها هو البحر. سوكي بنتي شويه ايوا احنا كنتمشاو. المهم البنات حنا من البحر جينا لمارينا ديال سلا، تمشينا فيها واحد شويه، كان الجو زوين ما كاينش البرد، الدنيا عامره. ومن هنايا كنقول لكم الو، هنايا زعما كنقول لكم سالا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تنساونيش من لايك،
وخليتكم على خير وتهلاو فراسكم. تنطلقوا فيديو جديد ان شاء الله.